السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس أحمد عبد الرحمن رياض في المحاضرة الثانية من محاضرات البارتيكولر. البارتيكولر احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على الخواص الخاصة بالإميتر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على بقية الخواص اللي هي متعلقة بالبارتيكلز نفسها. هنعمل إفكت تراب كود وناخد بارتيكولر. طبعا ده الشكل العادي بتاع البارتيكولر. هناخد برسيت سيدي لها تحت بس شوية كده عشان نبقى شايفين بشكل أحسن. نفتح ايه البارتيكلز. اول حاجة عندي حاجة اسمها اللايف بير سكند. اللايف بير سكند اللي هي مدة وجود البارتيكلز دي على الشاشة قبل ما تبدأ انها تتلاشى او تختفي من قدام. طبعا ممكن 3، ممكن نزود نخليها 5. خلاص في الحالة دي هنلاقي البارتيكلز بتقعد مدة طويلة جدا جدا على اما بتبدأ انها تختفي. طبعا هي على ما بتبدأ انها تختفي بتكون عدت اصلا الكومبوزيشن. لو احنا خليناها مثلا بوان سكند بواحد كده، لو احنا جينا نبص عند اول بارتيكل هتختفي اهي، يعني الاولانية مثلا البارتيكل اللي فوق دي لو تابعناها ومشينا فريم فريم، ادي فريم، الفريم اللي بعده هتختفي كده، قعدت ثانية على ما اختفت. دي بالنسبة لي اللايف بير سكند، هي الديفولت بتاعها بتلاتة. في عندي لايف راندوم، وفي الحالة دي البارتيكولر نفسه بيحط راندوم فاليوز او قيم عشوائية من صفر لحد القيمة القصوى لغاية تلاتة. ممكن يخلي بارتيكل نص ثانية، يخلي واحدة اتنين من عشرة وهكذا، يعني قيمة عشوائية ليه الوقت. عندي هنا حاجة اسمها البارتيكل تايب، عندي فيه كذا اختيار، في سفير ودي تبقى في هيئة دوائر. عندي لو انا اخترت سفير في حاجة اسمها سفير فيدر. سفير فيدر دي بتتحكم في نعومة الحواف بتاعة الكرة نفسها، لو انا خليتها صفر هتصبح دوائر مش كرات، لو انا زودتها طبعا كل ما الفيدر بيزيد كل ما انت بتحس ان الاوباسيتي قلت، لكن الاوباسيتي ملهاش دعوة، كل ما في الموضوع ان الايدجز بقت مور سموز او ناعمة اكتر من الاول. لو انا اخترت بعد كده عندي جلوسفير، هنا في حاجة اسمها زي ما انت خدت بالك نو دي او اف، يعني نو ديبث اوف فيلد، مفيش بعد للكاميرا، يعني مش بتسبورت الديبث اوف فيلد بتاع الكاميرا اللي هو العمق. لو اخترتها كده بلاقي انها برضو دوائر لكن جلوي، يعني عليها جلو. في بعد كده عندي الستار برضو نو دوف. عندي بعد كده في الكلاودلت، ودي لو انا زودت لكم السايز بتاعها هنلاقي انها دي بتساعدنا انها تدي شكل خاص بالسحب، وكلها وحدات غير منتظمة. على فكرة في لو في اللي عنده واحد ونص هيلاقي تحت كلاودلت في حاجة اسمها سموكلت. سموكلت زي كلاودلت بالظبط، لكن الاوباسيتي في السنتر او في المركز بتاع كل وحدة بيبقى اقل، زائد انها بتدي على لون رصاصي شوية، يعني مناسبة اكتر لعمل السحب او عمل الدخان. في ستريكلت برضو دي شكلها بيدي شكل السحابة على قابل، دي بالمناسبة بتحل محل سموكلت، هي دي اللي بتحل محل سموكلت زي ما انتم شايفين في هنا لون رمادي شوية. في سبرايت والسبرايت كالرايز وسبرايت فيل هنتكلم عليهم بالتفصيل التلاتة دول. في عندي تيكت شارت بوليجون، وفي الحالة دي انا باخد سوليد عندي بخليها هي البارتيكل بتاعي، فدول هنخلي الكلام عليهم لقدام ان شاء الله. ناخد مثلا زي الستار، ناخد ده طبعا السايز كبير جدا، خلاص نرجعه تاني. اي نوع بارتيكلز اختاره هنزل عندي هنا في حاجة اسمها روتيشن. خلوا بالكم روتيشن من الخواص الجديدة في بارتيكولر 2، فانا مش هتعرض لها بالتفصيل قوي، لكن في واحد ونص خلوا بالكم في مكان اوبشنز دي بدل ما بيظهر الديالوج ده خلاص بيظهر ديالوج تاني، هتلاقوا فيه
روتيشن، وهتلاقوا فيه حاجات تانية برضو هقولها وانا بشتغل. لو انا فتحت الروتيشن تمام، عندي فيه هنا حاجة اسمها روتيت. دي الاتنين دول المشتركين على فكرة بين من بارتيكولر واحد ونص وبارتيكولر اتنين، دول موجودين، لكن بقية البارامترز دي مش موجودة. ودي ان شاء الله ان شاء الله يعني هشرحها في درس لوحده بعيد عن السلسلة، عشان بس اللي ما عندوش بارتيكولر 2 يقدر يشتغل ويكمل معانا. هنشرح البارامترز الجديدة في بارتيكولر 2 بس في درس منفصل لوحده. في هنا روتيت زد. روتيت زد دي لو انا هعمل انيميت للبارتيكلز، يعني مثلا هتك هنا احط كي فريم واروح مثلا عند الثانية 2 مثلا واقول له اعمل لي دورتين زي ما انت شايف كده بالشكل دوت كده. هعمل زيرو تمام، زي ما انتم شايفين ما بيحصلش انيميشن للبارتكلز. ده اللي بيحصل ايه؟ انه عند تولد البارتكلز دي، عند تولدها يعني هي نفسها، بصوا بعد ما بتطلع ما بتتحركش تمام، بيحصل تدوير عشوائي من اول صفر لغايه القيمه اللي انا حاططها له اللي هي واحد او اتنين، لكن هي بتحصل مره واحده بس، مش along the time او مش في كل الوقت اللي انت عامل فيه الانيميت. خلي بالك ان دي بتحصل بمجرد ما البارتكل تطلع. بصوا كده يعني لو احنا خدنا بالنا من الانجل دوت اللي انا بشاور عليه ده، لو انا طلعت قدام شويه هو اهو خد روتيت وخلاص، ما خدهاش تاني، ما خدهاش تاني لانه ايه، انا قلت له روتيت زد بزاويه معينه. لكن اللي انا لو انا ضغطت شلتها كده ورجعتها لزيرو تاني، لكن لو انا جيت عندي في حاجه اسمها راندوم روتيشن، وعلى فكره دي بلاش تخلوها قيمه عاليه لان دي عدد، دي بتتكرر معاك بدون كي فريمز، بدون ما تعمل لها انيميشن بتتكرر معاك على مدى اللايف بتاع البارتكلز. فلو انا قلت له مثلا واحد تمام، كل بارتكل هتعمل لفه كامله على مدى الانيميشن تقريبا، على ما افتكر ان هي كانت راندوم سبيد روتيشن، مش دي يعني. لو انا عملت دي بواحد، ايوه بالظبط كده، ايوه هي دي راندوم سبيد روتيشن. اسف لاني لخبطت بين الخاصيه الجديده في بارتيكولر 2 وبين الخاصيه الاساسيه اللي هي راندوم سبيد روتيشن. بالمنظر ده بصوا كده بتطلع كل واحده بتاخد دوران على مدى حياتها. فلو انا على فكره بصوا، لو انا مثلا خليت دي 3، انا قلت لكم خلوا بالكم بلاش تبقى قيم، بلاش انها تبقى قيمه عاليه، شفتوا الحركه سريعه، الحركه سريعه تمام. يعني مثلا انت ممكن تخليها مثلا بقيمه نص مثلا، ما توصلش للواحد حتى، عشان تدي حركه سموز وحركه ناعمه وكويسه. ده بالنسبة للروتيشن على حسب ما هو موجود في بارتيكل بارتيكولر واحد ونص، عشان محدش يقول لي انت ما قلتش اللي موجود في بارتيكولر 2، لو اتكلمت عليه هنتوه من بعض، واللي عنده واحد ونص مش هيعرف يشتغل على اتنين، فهنخلي واحد ونص في درس منفصل لوحده. بعد كده عندنا السايز. السايز ده اللي هو الحجم، لو انا زودت الحجم او قللته ممكن اخلي مثلا حجمها بتاع 3 مثلا. وعندي بعد كده حاجة اسمها سايز راندومايزيشن، هو بيعمل عشوائية في الحجم وراندومايزيشن في الحجم. لو قلت له مثلا 100% زي ما انت شايف خلى حاجات كبيرة وحاجات صغيرة، دي طبعا ناتجة عن العشوائية. يعني هخلي روتيت سبيد اسرع من كده شوية. عندي بقى حاجة اسمها سايز اوفر لايف، الحجم على مدى عمر البارتكلز دي، اللي هي خلوا بالكم لفظ عمر ده هنطقه كتير، اللي هو اللايف بير سكند تمام. لو انا فتحت السايز اوفر لايف هلاقي السايز اوفر لايف بيديني جراف او بيديني شكل بياني اقدر ارسم فيه. عندي هنا بريسيتس، هنا بيبدا البيرث وهنا بينتهي الديث. يعني لو انا مثلا اخترت ده كده مجرد اضغط عليه زي ما انت شايف هيبدا البارتكلز بسايز 3 ويبدا يقل لغايه ما يبقى 0، زي ما انت شايف بتبدا كبيره وبتنتهي
صغيرة. طبعا لو انا على فكرة في هنا حاجة عندي اسمها سموز، ده لو انا عايز اعمل سموز للمنحنى ده، وعندي حاجة اسمها راندوم، لو انا ضغطت راندوم دي بيعمل لي راندوم جراف. تمام، عندي في هنا حاجة اسمها، هرجع ده تاني زي ما كان اسف، وعندي حاجة اسمها فليب. فليب هيقلب، يعني هي كانت ايه، من كبير في البيرث لصغير في الديث. لو انا عملت فليب هيبقى من صغير في البيرث لكبير في الديث، يعني هتبدأ من ما فيش وتبدأ تكبر تكبر لغاية، وهي كده بانت انها جاية من ورا لقدام ولو اني ما حركتش اي حاجة. طبعا كل دول تقدر ان انت تجرب فيهم زي ما انت عايز. لو حبيت ترجع، ارجع من الاساسي بالمنظر ده كده، لكن ممكن ترسم انت بايدك. لو انا ضغطت مثلا هنا كده، تمام، ورحت عامل كده، ومثلا رحت عامل كده وكده كده مثلا، اهو اديني رسمت جراف خلاص بالشكل ده. ممكن اضغط سموز كام كليكه كده ورا بعض، خلاص عمل لي سموز للمنحنى اللي انا مش عارف ده ايه اصلا، اللي انا رسمه ده اساسا، بس هو والله مدي تأثير حلو. طيب طبعا في كذا بريسيت، في ممكن ان انا اخد كوبي واحط بيست. هتقول لي طب اخد كوبي فين واحط بيست فين؟ هقول لك حالا. عندي بعد كده حاجه اسمها اوباسيتي، دي الماستر اوباسيتي بتاعت البارتيكولر ككل، تمام. لكن عندي حاجه اسمها اوباسيتي راندومايزيشن، لو انا رفعتها ل 100 عمل لي اوباسيتي من 0 ل 100 ل 50 ل 40 ل 30، تمام. طبعا الراندومايزيشن بنسبه 100%، ممكن تقلل زي ما انت عايز. برضو عندي اوباسيتي اوفر لايف طبق الاصل السايز اوفر لايف. لو انا خدت ده كوبي وعايز احطه هنا، اداني بيست، يبقى الاوباسيتي خدت نفس الكيرف بتاع مين، بتاع السايز. طيب لو احنا جينا اتكلمنا بعد كده على الكالر، ممكن اعمل حاجه، شوف مش انا خدت ده كده، ممكن اعمل له فليب، اصبحت كده بصوا الاوباسيتي بقت عكس السايز، تمام. ارجع اعمل فليب مره تانية، ممكن اخد الكيرف ده. الكيرف ده على فكره كويس جدا في الاوباسيتي، اللي هو الكيرف اللي هو السموز وطالع قاعد مده وبعدين بعد كده ينزل على ما فيش. طبعا لو مش عايز الاوباسيتي تختفي، تقدر ان انت تضغط بره الخط ده وتسحب لجوه، ترسم وتطلع وتعدل وتقفل زي ما انت تحب، تمام، بالشكل ده كده. في بعد كده عندنا الست كولر. الكولر بتاع البارتكلز دي اقدر ان انا الونه بثلاث طرق. اول طريقه ست كولر ات بيرث، يعني في تولد البارتكلز دي بيتولد معاها الكولر بتاعها. لو انا ضغطت كده وقلت له مثلا، تمام، حط لي كولر زي الاخ ده كده، مش ممكن ارفع كده مثلا، كده اصبح الكولر واخد اللون ده بمجرد ما البارتكلز بيحصل لها عمليه في راندومايزيشن للكولر ده. لو انا عايز اعمل راندوم للكولر طبعا بياخد الدرجه دي ويغير الهيو بتاعتها، تمام. لكن في طريقه تانية، ده لو انا عايز اعمل حاجه اسمها اوفر لايف. لو ضغطت اوفر لايف خلاص البارتكلز بتاخد كولر اول ما تتولد وبتنتهي عند الديث بكولر تاني. بياخدهم منين؟ بياخدهم من كولر اوفر لايف باليت اللي بيتفتح هنا. بتبدا البارتكلز بلون الاحمر زي ما احنا شايفين البارتكل اللي هناك دي، او اللي هتبدا الصغيره ده اهي، وبتنتهي او بتموت عند اللون الازرق زي هنا كده، بالشكل ده كده، تبدا بالاحمر وتموت او بتحصل لها الديث باللون الازرق. ممكن انا اخد حاجه زي ده كده مثلا بالشكل ده، خلاص عندي هنا ترانسفير مود اللي هو عمليه معالجه الالوان بين البارتكلز وبعضها، هي معموله نورمال، ممكن اعملها اد بالمنظر ده. لو في بارتكل جت فوق بارتكل هيحصل لها لمعان اكتر بشكل اكبر، تمام. عندي طريقه تانية بدل اوفر لايف عندي راندوم فروم جراديانت، وفي الحاله دي هو بيعمل ايه بقى؟ ما بياخدش لون لما يبدا ولون لما ينتهي، لا ده هو بيعمل راندومايزيشن
من اول الابيض لغايه الازرق في اي حته وفي اي وقت على مدار حياه البارتكل. مش شرط انها تبدا بالابيض وتنتهي بالازرق، هو بيعمل راندومايز، بياخد اي لون يعجبه يحطه في اي بارتكل تعجبه. في البارتيكولار 2 الجديد فيه فروم لايت اميتر. فروم لايت اميتر ده لو انت زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت عملت لايت وخليته يسحب البارتكلز، في الحاله دي لو غيرت لون اللايت بيتغير لون البارتكلز. في بعد كده جلو، خلاص ده السايز بتاع الجلو لو انت يعني زودته، الاوباسيتي بتاعته لو انت زودتها او قللتها. في الفيذر، خلاص ده لو انت عايز تعمل فيذر للجلو. في ترانسفير مود، خلاص طبعا برضو يبقى بقاد عشان يدي لمعان، ودي برضو من الحاجات الجديده في بارتيكولر 2. ده بالنسبه لي الجزء الخاص بالبارتيكلز، تمام؟ يعني مش هتكلم عليه او في حاجة اكتر من كده الا الكاستم بارتيكلز او السبرايت في بارتيكولر 2 اللي بتكافئ كاستم بارتيكلز بارتيكولر 1.5. خلاص برضو في كاستم كالرايز، كاستم فيل، ده في 1.5. التلاتة موجودين لكن مع اختلاف كلمة سبرايت لكلمة كاستم. كده انتهى الجزء الاولاني من محاضرتنا. نتكلم بقى في الجزء الثاني عن ازاي نعمل حاجة بسيطة زي الشتاء او الرين بالبارتيكولر.